تعودنا نحن أن نقول الأمر أمر الله، وإن شاء الله أن الحكم لله، خاصة جماعة الخوارج، ولا تشاءون إنما يشاء الله. هذه العبارات أنا بصراحة كانت تحيرني، ولا أستطيع أن أفهم حاجتها وطريقة تفاعلها داخل من ينطق بها بقناعة عامة. طبعا بحثت كثيرا وحاولت أن أجد جواب مقنع، لكن أغلب ما يقال كان إلي عادة أو أقرأ أو أطلع عليه إما اعتبار هذه العبارات هي نوع من التملص من قيام بيعمل، أو توكل على إله كلي القدرة، ويعني نوع من العجز، تعبير عن العجز. طبعا الأغلبية تعتقد بأن هذه العبارات هي مفهومة، لكنها هي ليست إلا هي معتادة، لكن ما وجد الشخص يقدم لي تفسير مقنع لهذه الأقوال الشائعة والسلوك. فابقوا وياي شوية حتى نعرف شنو الجواب. طبعا نحن كما أرى شعوب تعودت التخلي عن مسؤوليتها عن أي شيء، فطالما نحن دائما نسأل كثيرا لماذا نحن متخلفون، ووقت نفسه يرتكب شيوخنا وقادتنا حال، ومع هذا لا تجد أحدا يعترف بالخطأ مطلقا. كنا نتذكر أقول حتى بحياتنا المعاصرة لم نجد رجل دين يخرج ويعترف بخطأ، ولم نجد ناس تخرج تتحدث عن شيوخها بطريقة أو تنتقدهم على أي تصرف. يعني هم شاطرين من انتقاد الأطراف الأخرى أو المعادية أو التي هم في خلاف معها، أما داخل الجماعة لا تجد أحد يختلف مع آخر، والكل مقدسين بالنسبة لهم. كنا نتذكر صدام حسين في حلبة المحكمة كان أكو هنالك ملايين متعاطفين وكلنا أيضا نتذكر قاتل الطفلة هاي الكتابة نيرة الفتاة المصرية، طلعت عنها أكثر من حلقة، وكيف تعاطفوا معها مع القاتل، تخيلوا. وأنا أعتقد أنه اكتشفت السبب، السبب هو أنها ما ريد تحمل مسؤولية. يعني احنا اتقننا لعبة الغميضة هاي بشكل جيد، دائما ندعي مثلا احنا مؤمنين بالله ورسوله او مؤمنين بالمسيح الى اخره، لهذا دائما نلقي عتب على الله وعلى الانبياء وعلى كل طرف اخر، ولا نلقي باللوم على انفسنا. معنى هذا انه هؤلاء الالهة وهاي الانبياء وهاي المقدسات كأنما وجدت لكي تكون حائط المبكى الخاص بنا، واننا لسنا مسؤولون عن اي شيء، لان الله 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 قادر، يعني الله راد، يعني احنا شو بنعمل؟ من نكون نحن امام الله وامام مشيئه الرسول؟ وهكذا هذه الفكره خلتنا ناس اتكاليين ولا نعتمد على انفسنا وغير مسؤولين عن افعالنا، وحتى اذا حدثت هاي الافعال فعندنا تبريرات لها، فبالتالي احنا بالنتيجه اصبحنا ما نحن عليه، وراح نشوف بعد ذلك نتائج هذا القالب الذهني الموجود لدينا والذي لا نشعر به بالمناسبة. أنا أحاول الآن يعني أفكك نمط التفكير العربي المسلم وأيضا المتدين في هذه المنطقة بغض النظر عن أي دين. الأمر الآخر المهم أن هاي الآلهة اللي ليش خلينا احنا نفكر بهاي الطريقة؟ هاي الآلهة اللي تم اختراعها وإيجادها لكي تكون البديل الذي يتحمل المسؤولية. الظاهر أنه هاي الآلهة لها مواصفات دائما غير قابلة للرد، يعني هاي الآلهة غير موجودة، لا ترى، لا أحد يراها حتى يحاسبها وحتى يسألها شو الموضوع، ولا يمكن القبض عليها. يعني تقبض على صدام حسين اللي مسؤول عن مقتل مليون شخص، لكن يقول لك هذا أمر الله وهذا الدين، هذه أوامر الله والدين، أنا كاتب المصحف، يعني كل شيء عادي وكأنه لم يفعل أي شيء، وكأنما الأوامر التي أصدرها هي ليست وحي من الله، إنما هنالك المسبب الأول الذي هو صاحب الأسباب وصاحب كل شيء. فكيف نحاسب الله؟ هو يعني يطلقك في مكان فارغ، يعني تمسك مين؟ يعني ما لا شيء تمسكه، وحتى إذا ادعيت أنك تمسكه سيقال لك أنت مجنون. المحصلة صار كل شيء مقدس، الدين مقدس، الشريعة مقدسة، الله طبعا هو قدس الأقداس، الصحابة مقدسين. يعني هذه فكرة أعتقد ما أحد تفطن إلها، لكن ممكن أن
نبحثها ونجد نتائجها ونحلل ما يعني ما تؤدي إليه. والآن ما الفرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد الله؟ أقول الفرق كبير وخطير جدا. أولا أن مقصد كل منهما ليس بالضرورة متطابق، فقد يكونان متعارضان. يعني فمن يضمن أن الله مثلا يوافق على مقصد طاعة ولي الأمر، ومن يضمن أن الله أقر فكرة أن الدين صالح لكل زمان ومكان، وأن الدين والشريعة بالمعنى الشائع نفسهما كان مقصد الله. يعني هاي الدين والشريعة وكلمات، لكن من يقول الدين معنى الدين في القرآن الكريم تسع معاني، فما نعرف هو هل هذا المعنى العربي. طبعا المعنى الأصلي لأن الدين القرآن هو وجد في محيط آرامي سريانو، فما نعرف هناك معاني أخرى. العبرية الدين له معنى القضاء وهذا المعاني وهكذا، فمن يقول هاي كان مقصد الله؟ هذا يحتاج بحث، بحث كبير طبعا. ثم الثانية، من قال أن الله أقر أن السنة النبوية هي وحي هي الأخرى كما يدعى السلفية؟ أنه القرآن وحي والسنة النبوية أيضا وحي، هذا الكلام لا معروف، لكن الناس لا يعرفون هذا الكلام. السنة النبوية وحي، لهذا شوف أنه يستاءون عندما يجي أحد يتحدث عن صحيح البخاري، وحتى اللي يتحدثون عن صحيح البخاري يعرفون هذه القضية بس أو ما أعرف يتغافلونها، والله ما أعرف. اللي يتحدثون عن القرآن والقرآنيين يتغافلون عن هذه الحقيقة هم ما أعرف، وعرفون تماما أن القرآن ما بيتشريع، وأنه 15% من القرآن تقريبا بدعاء الجندي قال هو الدين 15% يعتمد على القرآن، الباقي كله على السنة. أيضا من قال أن الله هو هذا الذي أرسل هذه الآيات؟ من قال أن السنة النبوية هي مساوية لآياته في القيمة؟ هذا بالنهاية هو اجتهاد فقهي لا أكثر. أيضا ثالثا، من قال أن حق التشريع منوط بالرسول الكريم؟ لماذا نقتدي بالرسول؟ قال وما أنا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ويعني أنا لست إلا رسولا. أكو آيات تؤكد وأكو آيات لا تؤكد، هناك تعارضات في الموضوع، لكن عموما هذا يعني يحتاج التفسير. رابعا، ما معنى الطاعة؟ أقول لك أنه يجب من طاعة الله ورسوله، ما معنى هاي الطاعة؟ ما المقصود بالطاعة؟ هي طاعة الحاكم؟ هل الله هو حاكم أو رئيس دولة؟ هل محمد هو رئيس دولة؟ وما هي الدولة؟ وما يعني لماذا أطيعه؟ أو حتى لو افترضنا وجود طاعة، فالرسول توفى، وما علاقتي أنا عندما يصدر شرع تشريع مثلا رجم الزانية فرضا؟ يعني شو يصير إذا طلع قانون ثاني؟ هو أمر قبل 1500 سنة، شو يصير يعني؟ لماذا يبطل ديني بأكمله مجرد أنه موضوع بسيط مثل هذا واحد خالفه أو طلع تشريع جديد وانتهى الموضوع؟ شنو المشكلة يعني؟ شنو المشكلة البيرة مثلا حلال تصير؟ ما ضاير يعني إذا بها مصلحة للناس؟ يعني هاي ما راح تنقلب الدنيا يعني. هو الدين بأكمله واقف على هاي المسألة؟ هذه مسألة حولوها تال الدين إلى بهذه الصورة. أنا أطرح أسئلة والبقية لهم أن يجيبوا عليها، ومن حق أي واحد يطرح أسئلة، لا أحد يستطيع منعي أو منع أي شخص من طرح أسئلة، وإن لم أطرحها أنا سيطرحها غيري كثيرون، لن نتخلص من هذا الموضوع في الاستنكار والاحتجاج. المهم خامسا، أن مقاصد الشريعة كما نرى أنه ناس تأخذون شهادات وصارهم 50 سنة يشتغلون مقاصد الشريعة، جاية هاي المقاصد غطت على مقاصد الله، أصبح الدين بأكملها عبارة عن مسألة يعني مجرد فقه مو أكثر. بل ما هي مقاصد محمد؟ محمد بالمكة قال إن أدعوكم إلى الله فقط، مش ما أريد بعد. لماذا أصبحت هاي المقاصد هي مقاصد الحكام والفقهاء؟ لماذا احتل الفقهاء ورجال الدين في عصرنا هذا مكان محمد ومنبر محمد؟ من أجاز لهم هذا الحق؟ وحتى لو احتلوا هذا المكان، من أجاز لهم أن يقولوا أننا نتحدث بلسان الرسول وبلسان الله؟ لماذا لا يفصلون بين الأمرين؟ لماذا الأتباع لا يفصلون بين الأمرين؟ هل هم جهلة؟ لا مو جهلة، يعرفون الحقيقة، لكنهم تعودوا الخنوع. وأدي حلقة راح أطلعها عن الإدمان الديني،
هؤلاء تعودوا الخنوة، صار الله والرسول وكل الدين بأكمله هو عبارة عن رجل الدين، هو هو الرسول الحقيقي، يعني هو الوسيط بين ما يتحدث عنه من آلهة ورسل وملائكة وكل أهلها والمواطنين المساكين الذين عليهم أن يتبعوا هذا الإمام أو الشيخ. هاي الحقيقة، حقيقة هذا الدين بأكمله هو الذي يأخذون منها الشيخ. الآن تصير مشكلة أنه هذا الدين، هذا الشيخ يكذب عليهم، يقولهم الدين وكل التسامح ومحبة وحلو ولطيف وما بي أي شيء، لكن بالحقيقة هذا لي. ويقولهم فعندما يأتي تطلع مشكلة، مثلا لك مثلا مشكلة ذبح يهود بني قريظة مثلا، أو زواج من صفية قتل أبوها وأخوها والزواج من أتى، وكثير من التفاصيل المحرجة للمسلمين، لك لا هذا مو الدين الصحيح. هو شنو المشكلة؟ وطلع بالعكس هو هذا الدين الصحيح اللي عرفه رجل الدين واللي يخفيه وما يتحدث عنه، والدين غير الصحيح هو اللي يدعي عدم وجود الناس البسطاء. الناس البسطاء عندهم صورة وردية لطيفة عن هذا الدين، لكنهم بالحقيقة ويعتبرونها هي الدين الصحيح، لكن بالحقيقة هي غرست في رأسهم هذه الصورة. ويعني الدين الصحيح هو الدين الذي يعتقده الناس فعلا، لكن هذا الدين غير موجود لا بكتب التراث ولا بعمل رجال الدين ولا بذهنهم ولا بمدارسهم على الإطلاق. الدين الصحيح هو عد الناس، وهذا اللي يجب أن نتبعه. أنا أقول الناس الصورة اللطيفة عن الدين يجب أن نتبعها، رجال الدين هم الذين يكشفون الدين الحقيقي في لحظات الحرجة، لما يوضعون أمام على المحك. فبالحقيقة علينا أن نتبع هذا الدين البسيط لدى الناس، هو هذا الدين الصحيح. أما نروح نتحجج بالآيات والسنن فهذا ما يفيدنا. مهم، حتى أختم كلامي أقول إن مقاصد الشريعة غطت على مقاصد الله بل وهو مقاصد محمد، يعني أغلب هاي الشريعة قائمة كما نعرف على مرويات شفاهية تناقضها أجيال بعد قرنين من الزمن. القسم الثاني من الحلقة راح أتحدث عن أن الله هو المسؤول. نحن نقول أن الله هو أن الأمر أمر الله، وهذا وأن الله هو سبب كل شيء، لا شيء يخرج عن إرادته وسطوته، أي أن هو المسؤول عن كل ما يجري، وحتى الكافر يفعل ما يفعل باسمه. هذا نتيجة كانت هذا سمح لأي إنسان شرقي مسلم وغير مسلم أن يفعل كل شيء، وهو نفسه هذا الشرقي اللي منع من أن يصبح إنسان يقيم منظومة من الأفكار والعلاقات اللي يمكن من خلالها أن تتطور هذه الأفكار وتنتقل من جيل إلى آخر، وبما يسمح بحدوث تراكم معرفي. هذا اللي خلينا نعرف لماذا لا نجد أن مفهوم السببية مقتصر على الله فقط، وهذا يفسر لنا أيضا لماذا يظهر لدينا أنبياء، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتدخل في الأسباب أو ادعاء قدرة هؤلاء الأنبياء على تنفيذ أوامر الله، وهذا هو الله نفسه اللي يعرف وحده أسباب ما يفعل. إحنا نربط هذا كله، هذا القول نربطه اللي يتآن مع مقولة المقاصد، وهاي المقاصد هي مقولة قائمة على يعني على صلة بمفهوم السبب والنتيجة. من هنا نعرف أن معرفة المقاصد هي أمر غير مطروق في الذهن العربي الشرقي، يعني قبل الشاطبي بالأندلس، مو منطقة شرقية. فالمقاصد لا أحد يسأل ما هي المقاصد، مقاصد خلط طاعة الله وانتهى الموضوع، ليش تريد تعرف؟ أجت المقاصد سوت مشكلة. وحتى الشاطب عندما تحدث عن المقاصد تحدث عن المقاصد اللي هي نفسها الشريعة. أجوا الآن بالعصر الحديث يحاولون يقولبوها ويحدثون، يعني يجدون أسباب ومنطقية للدين ومعقولة، لكن هي لا علاقة لها بالدين والشريعة الأصلية. هذا حديث راح أكمله في حلقة مقبلة، وأتناول بمنظومة العقلية أو العلوم العقلية في الحضارة الإسلامية قديما وإسلاما وحديثا، وأتطرق إلى موضوع السببية والإمام الغزالي والصراع بين الفلاسفة والفقهاء والمتكلمين يعني معتزلة وشاعرة حول موضوع السببية وما إلى ذلك. شكرا جزيلا، وأشوفكم في حلقة قادمة، ومع السلامة.